السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. موضوع الأمهات الكاذبة تحدثنا عنه في دروس عدة، ولأهمية الموضوع هناك طريقة جميلة جدا استخدمها ضيفنا في هذه الحلقة، وهي ناجحة 1000%. محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل محمد الجراح من الأردن، والحديث حول كيف نتخلص من الأمهات الكاذبة في وقت زهيد جدا. تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي فراس وحيا الله بجميع الإخوان في هذه المجموعة الطيبة. شوف أخي فراس، يعني موضوع الأمهات الكاذبة هو سهل جدا التعامل معه، ولكن هناك طرق صحيحة وهناك طرق غير صحيحة للتعامل معه. الآن إن شاء الله سيتم شرح الطريقة البسيطة الصحيحة لعملية علاج أمهات الكاذبة التي تظهر في الخلايا. أولا أخي فراس، يعني يجب أن يتم سحب كافة الإطارات من هذه الخلية، تسحب كاملة وينفض النحل في أرضية الصندوق، وتوزع هذه الإطارات على خلايا نظامية، توزع هذه الإطارات على خلايا نظامية. بعد ذلك يتم إحضار إطار أو إطارين ويتم وضعها داخل هذه الخلية المكذبة، ويجب أن تكون هذه الإطارات حضانة مفتوحة في عمر يرقي يوم أو يومين، لا بأس أن تكون إلى 3 أيام، لا بأس في ذلك، ولكن الأفضل أن تكون في طور اليرقي الأول، اليوم الأول واليوم الثاني. بعد مرور 4 أيام على وضع الإطارات الأولى تسحب هذه الإطارات، ينفض النحل، ونعاود الكرة مرة أخرى بإضافة إطارات حضن صغيرة السن يوم أو يومين، ويتم تزويد هذه الخلية بملكة ملقحة، يتم التخفيص عليها وتوضع في الخلية، ويفضل أن لا يكون معها عاملات هذه الملكة، يعني توضع على هلال العسلي بين الإطارات في القفص المخصص للملكات، ويفضل أن يكون القفص الرول الدائري، توضع على الهلال العسلي وتترك لمدة 48 ساعة ثم يتم الكشف عليها. إن شاء الله في هذه الطريقة سيتم قبول الملكة بسرعة عالية وتتخلص من موضوع الأمهات الكاذبة. التغذية لا تضعف تغذية أبدا، التغذية في هذه الحالة ممنوعة أبدا، سواء بروتينية أو سكرية، وحتى حبوب اللقاح تسحب كامل، الإطارات اللي موجودة فيها كما قلنا تسحب كاملة. إذا لم يتوفر لديك ملكة ملقحة يتم إضافة بيت ملكي، ويفضل أن يكون البيت الملكي على وجه الفقس، يعني يحتاج 24 ساعة حتى يفقس. كلما تم تبديل الإطارات ووضع حضنة مفتوحة تزيد من نسبة نجاح هذه العملية، يعني إذا قمت بالتكرار مرتين جيد، إذا قمت بتكرار هذه العملية 3 مرات أفضل، 4 أفضل وأفضل، 5 أفضل بكثير. فكلما زادت عملية التكرار لهذا الخلية نضمن بأن فرمون الحاضنة، النحل الحاضن الصغير، فرمونات اليرقات تحد من المبايض لدى العاملات. فإن شاء الله يعني بهذه الطريقة يعني نكون قد قمنا بعلاج الخلايا التي فيها أمهات كاذبة. نأتي إلى المرحلة الثالثة، هي بعد قبول الملكة أو خروج العذراء وتم تلقيحها وأصبحت الآن تضع البيض، الآن يتم تزويد هذه الخلايا بإطار حضني على وجه الفقس، يعني لا يحتاج أكثر من 24 ساعة حتى يفقس ليتمكن من تغذية الملكة، ونضمن قطعا بأن الأمهات الكاذبة قد اختفت. هكذا إن شاء الله تعود الخلايا التي فيها حالات تكذيب إلى مسارها الصحيح، ونتخلص من موضوع الأمهات الكاذبة. هي موضوع الأمهات الكاذبة في بعض الأحيان نجد بالخلية تكون نحلة أو نحلتين لغاية 5 نحلات التي تكذب، يعني تجبر النحل الصغير في السن الحاضن في إطعامها على الغذاء الملكي، فتنشط المبايض لديها ويكبر حجم هذه العاملة. يعني لو تمعنت بالنظر على الإطار ستشاهد بأن بعض النحلات كبيرة الحجم، هذا نتيجة تغذيتها على الغذاء الملكي، وهذه التي تبيض ونتيجة فقدان فرمون الملكة وفقدان فرمون
النحل فرمون اليرقات. ففي هذه الطريقة إن شاء الله فيها علاج لكافة الخلايا التي فيها أمهات كاذبة. حياك الله أخي فراس وحيا الله بالجميع. أضيف إلى ما سبق أخ فراس والإخوان جميعا، يعني إذا كانت الخلية هي مجرد إطارين أو 3 إطارات، يعني هذه يعني يفضل دمجها مع خلية قوية، وهناك عدة طرق لعملية الدمج، منهم من يضع جريدة، منهم من يقوم بنفض النحل بين الصناديق، ولكن عملية نفض النحل بين الصناديق يعني لنراعي بأن هناك نحل ما زال صغير في السن لا يستطيع الطيران، هذا سيموت حتما يعني إذا لم يدخل إلى خلية. فالأفضل أن يتم دمجها عن طريق الجريدة، عن طريق التدخين، عن طريق رش ماء الزهر، إضافة روائح، هذه أفضل. ولكن أفضل ما تم تجربته هو أن يتم وضع جرائد ورق الجريدة، توضع الطابق الثاني، يتم وضعها فوق خلية قوية، تثقب هذه الجريدة عدة ثقوب وتترك الخلية حتى تندمج مع بعضها البعض وتصبح خلية واحدة طائفة كاملة. هنا النحل لا يستطيع قتل الملكة لأن الوصيفات التي تقوم برعاية الملكة ستحميها، والنحل أصلا سيقوم بحمايتها من الاعتداء عليها. بارك الله فيك أخ فراس وحيا الله بالجميع.